لمناسبة السنة الدولية للفواكه والخضروات، إليكم نصائح من الأمم المتحدة ومنظمة الفاو واترول. ما نحتاجه هو خط. حسناً، هيا. 1. تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات. إيقاع آخر يجعلك تطرق أصابعك. 2. تناولوا جميع أنواع الفواكه والخضروات من كل حجم ولون. رائع، هذا يجعل المرح أكثر. بعض الفواكه والخضروات شكلها غريب أحياناً، ولكنها لذيذة ومغذية في كل الأحوال. كلهم مش شبهي، يمكن ده الوحيد اللي شبهي شوية. 3. تجنبوا هدرها. جميل، التفاؤل ليس صعباً. كونوا سعداء ومتعافين كترول. وقت لنا. فلنعمل معاً لبناء كوكب أكثر صحة. انضموا إلى حملة الأمم المتحدة. أعملوا الآن. سلام وحب. أنا ودادي ماشيين.